صاحب الأهداف الـ11 مع الهلال هذا الموسم في بطولة الدوري. كويلار سلمان خاطئة منه، وصلت إلى مراد باترا، باترا تقدم يا لعيب، باترا من الأول والثاني، ماذا يقدم باترا في مباراة اليوم؟ ماذا يقدم باترا؟ يتسبب في الخطأ وفي البطاقة الحمراء على علي بلاهي، يقول له لا علي، يقول له مبانا خلاص. طيب بسمع الفار، اصبر يا عبد الله، اصبر يا علي، وبترس من هناك، وبترس عاد لازم في كل لقطة لازم يروح لازم تلقى مع الحكم، تلقى جنب الحكم يتكلم حتى أكثر من بقية اللاعبين. شوف اللقطة مرة أخرى، شوف مراد باترا والمرور، التدخل، تدخل من علي، وين جانج بعيد ولا ممكن قصد ان كاريو هو اللي عليه الخطأ. راح نشوف اللقطات الماضية، هذه فيها بطاقة حمراء على الهلال وعلى علي البلاهي، وفيها خطأ لمصلحة الفتح وفي مكان خطير جدا. لكن هل هو علي ولا كاريو؟ حكم المباراة يتأكد من قراره ويؤكد علي البلاهي يغادر بالبطاقة الحمراء.